أعود إلى درعا وما جرى هذا اليوم هناك، وينضم لنا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من هناك مراسل الأخبار الآن محمد الحوراني. محمد، كان هناك قصف جوي إذا مكثف بالبراميل المتفجرة تحديدا على أحياء درعا البلد، ما تفاصيل ما جرى؟ هل من حصيلة للضحايا وكيف يبدو الوضع الآن؟ نعم خديجة، مساء الخير. كما ذكرت كانت درعا البلد اليوم تشهد عمليات قصف جوية مكثفة ولا سيما من قبل الطائرات الحربية، حيث ألقت الطائرات الحربية 7 صواريخ فراغية بالقنابل العنقودية أيضا على أحياء درعا البلد، بالتزامن مع اشتباكات متقطعة في حي البنشية بين فصائل غرفة عمليات البنيان المرصوص وقوات النظام الميليشيات الموالية له في حي المنشية، دون إحراز أي تقدم لفصائل المعارضة في حي المنشية، ولكن الاشتباكات ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة. في الأيام الماضية تمكنت غرفة عمليات البنيان المرصوص من إحراز تقدم وسيطرة على عدة حواجز عسكرية في حي المنشية والسيطرة على عدة كتل سكنية كانت يحتلها الميليشيات الإيرانية وميليشيات حزب الله اللبناني، وتم قتل عدد كبير منهم. أعلنت غرفة عمليات البنيان المرصوص عن مقتل 22 ما بين عناصر وضباط وبينهم من ميليشيات حزب الله اللبناني. القوات النظام تصعد من عمليات القصف خلال الايام الماضيه ولا سيما اليوم بالبراميل المتفجره وايضا بالصواريخ الفراغيه والقنابل العنقوديه. في من جانب اخر كانت اعلنت فصائل الجبهه الجنوبيه عن معركه نزع الخناجر في منطقه حوض اليرموك ضد تنظيم داعش الارهابي، في حيث استهدفت فصائل الجبهه الجنوبيه كل من تل عشترة وسريه الميم دال وايضا بلده عدوان. لم تحرز فصائل المعارضه اي تقدم على تنظيم داعش في تلك المنطقة، ولكن هناك خسائر في صفوف التنظيم، حصيلة خسارة التنظيم 6 عناصر لقوا مصرعهم في بلدة الكسير أيضا، وهناك عشرات الجرحى من عناصر التنظيم وجدوا في المشافي الميدانية في بلدة اتسيل. ما تزال اشتباكات أيضا مستمرة ما بين فصائل الجبهة الجنوبية وعناصر تنظيم داعش في منطقة حوض اليرموك. هذا بالنسبة للوضع العسكري. بالنسبة للوضع الإنساني، هناك حالة نزوح كبيرة من مناطق تسيل وعدوان وأيضا منطقة جليم من قبل المدنيين. هذه المناطق التي يحتلها داعش، وكان تنظيم داعش يتخذ من المدنيين دروعا بشرية لتخفيف من ضربات الجيش الحر على تلك المناطق. شكرا لك محمد الحوراني مراسل أخبار الآن، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية مباشرة من درعا.